الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا محمد، سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصر به من الجهالة، وكثر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة، وألف به بعد الشتات، وأمن به بعد الخوف. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت قلب بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، من المعلوم أن الآيات التورية في كتاب الله عز وجل تدل على عظم الخالق، ويحثنا الله تبارك وتعالى في التدبر والتأمل في خلق الله تبارك وتعالى وفي المخلوقات، بل ويأمر الله تبارك وتعالى أيضا بالخوف منه لا من غيره. فالخوف فطرة في المخلوقات، وكل مخلوق يخاف خالقه ولكن على طريقته، فالملائكة يخافون. قال الله تبارك وتعالى: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض للدابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وأيضا الشياطين يخافون، لكن خوفهم استهزاء بالكبير المتعال، يقترفون الرسائل ثم يقرون معترفين بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق، وأنهم يخافون من ربهم تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. فكل منا يسأل نفسه: هل تخاف الله خوف الملائكة أم خوف الشياطين؟ فالناس قسمان: قسم متمرد يخاف الله تبارك وتعالى خوف الشياطين، يقع في المعاصي والسيئات، ثم لما تيجي تسأله يقول: إني أخاف الله. يقع في المعاصي ويتجرأ على الله ثم يقول: إني أخاف الله. وقسم الوجه يخاف الله تبارك وتعالى خوف الملائكة، فمن خاف الله خوف الملائكة فقد صعد بنفسه إلى سمو الملائكية ورفعتها. أما من خاف خوف الشياطين فقد تدنى إلى شهوانيته وأتبع نفسه هواها. أيها المسلمون، وكما أن الجنة درجات والنار دركات، فالناس متفاوتون في المقامات، فمنهم من يخاف الله ومنهم من يخشاه، إذ هناك فرق بين الخوف والخشية. الخشية أعلى من الخوف، فالخشية عرفها العلماء بأنها خوف يشوبه تعظيم، ولا يكون ذلك إلا بعلم، لذلك خص الله تبارك وتعالى بها العلماء، فقال تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومدح الله تعالى أهل الخشية فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون.
إذ هناك فرق بين الخوف والخشية. إنما الخوف هو توقع العقوبة على مجال الأنفاس، فالخوف عامة للمؤمنين، أما الخشية فللعلماء العارفين بالله تبارك وتعالى. لذلك لما رجل أتى إلى الحسن البصري فقال له: يا أبا الحسن، إني أجالس أقوام يخوفونني بالله. قال له: يا هذا، إنك إن تجالس أقوام يخوفونك بالله حتى يدركك الأمن في الآخرة خير لك من أن تجالس أقوام يؤمنونك في الدنيا حتى يدركك الخوف في الآخرة. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمرين وخوفين، فمن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، أمنته يوم الفزع الأكبر. فلا يحزنون إذا حزن الناس، ولا يخافون إذا خاف الناس. فمن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. أيها المسلمون، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الخوف ثلاث درجات: خوف من مكر الله، وخوف من سوء الخاتمة، وخوف من عذاب الله في الآخرة. الخوف من مكر الله، لا تأمن مكر الله أبدا. قال الله تبارك وتعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إلا القوم الخاسرون. لا تغتر بعمل، ولا تغتر بعبادة، ولا تغتر بعلم، ولا تغتر بقيام الليل، ولا تغتر بحج أو عمرة أو ما إلى ذلك. لا تغتر بأي شيء، بل كن حذرا، كن يقظا. لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا تأمن مكر الله. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم لما مات سيدنا عثمان المفرون رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقالت امرأة من الأنصار يقال لها أم العلاء، قالت: رحمك الله أبا السائب، شهادتي لك أن الله أكرمك. فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: يا أم العلاء، وما يدريك أن الله أكرمك؟ فقالت: سبحان الله، فمن الذي يكرمه الله إلا ليكرم الله عثمان بن مفعول. هل تعلم أن عثمان بن مفعول أول من لقب بالسلف الصالح؟ هل تعلم أن عثمان بن مفعول أول من دفن بالبقيع؟ هل تعلم أن عثمان بن مفعول ممن شهدوا بدرا؟ هل تعلم أن عثمان بن مفعول لما مات، كما في رواية الإمام أحمد، لما مات قبله النبي صلى الله عليه وسلم بين عينيه وتتساقط دموع النبي صلى الله عليه وسلم على خديه عثمان، وكفى عثمان فخرا أن يلقى الله دموع النبي صلى الله عليه وسلم على خديه. لما مات سيدنا عثمان بن مفعول قالت المرأة من الأنصار يقال لها أم العلاء: رحمك الله أبا السائب، شهادتي لك أن الله أكرمك. فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: يا أم العلاء، وما يدريك أن الله أكرمك؟ فقالت: سبحان الله، فمن؟ سبحان الله، فمن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هو، فقد أتاه اليقين، وأني لأرجو له الخير، ولا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. لا تأمن مكر الله أبدا. كم من عزيز أصبح ذليل، وكم من ذليل أصبح عزيز، وكم من فقير أصبح غني، وكم من غني أصبح فقير. يعز من يشاء ويذل من يشاء، يرفع أقواما ويخفض آخرين. وتلك الأيام نداولها بين الناس.
الرحمن وادعوا الله يستجب مني ومنكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقليلنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، ثاني درجة من درجات الخوف، الخوف من سوء الخاتمة. والله لقد هز الصحابة والعلماء والعارفين بالله الخوف من سوء الخاتمة. ها هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، أمير المؤمنين الملقب بالفاروق، الذي كان فرق الله به الحق والباطل، بين الحق والباطل، لما نام على فراش الموت دخل عليه ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال له: ابشر يا امير المؤمنين ببشرى الله تعالى لك، فلقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحسنت صحبته، ثم توفي رسول الله وهو عن قراب، ثم صحبت ابو بكر الصديق فاحسنت صحبته، ثم توفي ابو بكر وهو عن قراب، ثم صحبت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحسنت صحبتهم، فلئن بت اليوم فلهم عنك لراضون، ثم شهاده في سبيل الله، فابشر يا امير المؤمنين ببشرى الله تبارك وتعالى لك. فبكى سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال: ذلك من الله تعالى به عليه، وان المغرور لمن غررتموه، وددت أن أخرج من الدنيا كفافا لا لي ولا علي. والله لو أن لي قناع الأرض ذهبا، أي ملك الأرض ذهبا، لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه. تخيل من الذي يقول هذا الكلام؟ ده سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: لو أن لي ملك الأرض ذهبا لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه. فماذا أقول أنا؟ وماذا تقول أنت؟ لما سيدنا عمر بن الخطاب يقول هذا الكلام، أين نحن؟ والله أين نحن؟ وها هو سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، او قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ اني لاحبك. يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما ابتلي بالطاعون في بلاد الشام ونام على فراش الموت، فيقول في ليله: هل اصبح الصباح؟ قال لمن حوله: هل اصبح الصباح؟ قالوا: لا. فسكت رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم قال: هل اصبح الصباح؟ قالوا: لا. قالوا: وماذا تريد؟ قال: اخاف من ليله صباحها الى النار، اخاف من ليله صباحها الى النار. اللهم انك تعلم اني كنت اخافك، وانا اليوم ارجوك. اللهم انك تعلم اني لم ارد الدنيا لجني الانهار ولا لبرس الاشجار، وانما لغمر الهواجر ومكابده الساعات ومزاحمه العلماء بالركب. وظل يردد كلمه التوحيد حتى ختم الله له بالتوحيد. نسال الله سبحانه وتعالى ان يختم لنا بالتوحيد، نسال الله سبحانه وتعالى ان يحسن ختامنا جميعا لرب العالمين. وتولنا فيمن توليت، اللهم اصلح الراعي والمعية، اللهم قول الراية الإسلامية، اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا.
رب العالمين.